السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أول بنكمل تمارين تمارين درس بطاقة شكر. السؤال هون عنا: اقرأ ثم أكمل شفويا كما في المثال الأول. يلعب الولد بالكرة. الجملة اللي بعدها: يكتب الطفل بإيش؟ بماذا يكتب الطفل يا أول؟ يكتب الطفل بالقلم. يكتب الطفل بالقلم. يكتب الطفل بالقلم. هون يا أول بدنا نكون كلمة نفس نمط الجملة: يكتب الطفل بالقلم. بدنا نكون جملة نفس النمط: يكتب نفس نمط جملة يكتب الطفل بالقلم. مثلا الجملة: يأكل الطفل بالملعقة. إذا شو الجملة اللي كونتها؟ يأكل الطفل بالملعقة. السؤال اللي بعديه: اقرأ ثم ضع خطا تحت الكلمة التي فيها اللام الشمسية وخطين تحت الكلمة التي فيها اللام القمرية. هلا بدنا نحط خط على الكلمة اللي فيها لام شمسية وخطين على الكلمة اللي فيها لام القمرية. الجملة الأولى: يلتزم السائق بإرشادات الطريق. يلتزم السائق بإرشادات الطريق. السائق هون الشمسية، الشمسية وهي تكتب ولا تلفظ ولا يوجد عليها سكون، إذا بنحط خط. الطريق نفس الإشي، الشمسية ما عليها السكون، تكتب ولا تلفظ، بحط تحتها خط. نيجي للجملة اللي بعديها: يعبر المشاة الشارع من المكان المخصص. أقرأها كمان مرة: يعبر المشاة الشارع من المكان المخصص. المشاة هون يا أول القمرية، عليها سكون وتكتب وتلفظ، بدي احط خط ولا خطين؟ بحط خطين، لانه قال الشمسية بنحط خط وقال القمرية خطين. الشارع هون يا اول اللام، لام الشمسية، تكتب ولا تلفظ وما عليها سكون، اذا بحط خط ولا خطين؟ خط. هلا هون المكان، اللام شو نوعها؟ اللام هون نوعها اللام القمرية، عليها سكون، تكتب وتلفظ، إذا بحط خطين. هسا المخصص شو نوع اللام يا أول؟ اللام هون اللام القمرية، عليها سكون وتكتب وتلفظ، بحط خطين. السؤال وراء: أدى محمد الصلاة في المسجد. أدى محمد الصلاة في المسجد. الصلاة هون اللام، لام الشمسية، ما عليها سكون، تكتب ولا تلفظ، بحط إيش؟ خط. المسجد هون اللام يا أول لام القمرية، عليها سكون وتكتب وتلفظ، بحط تحتها خطين. السؤال البعدي: اقرأ ثم أكمل شفويا كما في المثال التالي. ينام الطفل، بدي أحول ينام الطفل إلى مؤنث. طب ينام الطفل للمذكر، للمؤنث شو بيصير؟ بيصير تنام الطفلة. إذا كمان مرة، المذكر ينام الطفل، المؤنث بسميها تنام الطفلة. السؤال الجملة اللي بعديها: تسافر المهندسة. شو بنحكي للمؤنث؟ تسافر المهندسة، تسافر المهندسة. إذا المذكر يسافر المهندس، المؤنث تسافر المهندسة. اللي بعديها: يرجع المسافر. طب للمؤنث شو بنحكي؟ ترجع، ترجع المسافرة. كمان مرة بدي أعيدهم: ينام الطفل مذكر، طب للمؤنث شو بنحكي؟ تنام الطفلة. يسافر المهندس، للمذكر يسافر المهندس، المؤنث شو بنحكي؟ تسافر المهندسة.
يرجع المسافر، للمؤنث بنحكي ترجع المسافرة.